ناخذ بس نعمل بلن، نزيد شويه وشويه كثير احضر. نجيب المخطوطه اللي عملها المبدع علي المشملي، نسوي لها امبورت، اعتقد هذه عشان نحطها على الجريد على طول. في شغلة هني حلوة، نقول absolute transform، نحط اصفار، نضغط انتر، نلقاها جتنا هني. اوكي نصغرها شوي، طبعا انا مسويها بالالستريتر، نلفها نبي احنا على الارض، ضغطنا جي راح يمشي لنا 90 درجة. اوكي نسوي دوبليكيت، تقريبا نحطه هني، نحط هذا بلاير لحاله. انا اسوي دوبليكيت علشان بس نلاحظ انه مو سنتر جاي. اوكي الطريقة هذه. الحين نسوي البوليون. البوليون طبعا عدلين عليه كثير، صاير ممتاز. شفت هذه مع هذه، انا ما ادري بصراحة، دائما اضيع اي هي الشفت اول، فاسوي تجربة سريعة. بالمش اوكي، نقول له ديفرنس، لاحظ انه قص لنا على هذه، اذا نسوي العكس، هذه اول وبعدين هذه، نقول له ديفرنس، قصها لنا نلاحظ. اوكي ولكن خلينا اول شيء ناخذ دوبليكيت من هذه، سويت تراجع انا، دوبليكيت، خلينا نرفعها فوق. الحين هذا مع هذا نقول له ديفرنس. اوكي الحين هذا لاحظ انه سوالنا اياه. اوكي نشيل الجريد، الحين نرجع هذا اللي فوق بمكانها صفر، ونحط بالديفورم نن لينير بند بند، نلف 90 درجة، نسوي تيست بس نلاحظه كذي يسوي لنا اياه بالنهاية ما نبيه. اوكي ناخذ هذا شوية صغرة، وهذا ندفه شوي، فهني صار عندنا نسوي انيميشن فقط على البند. زين هني نضغط ل اس، نرجع على whatever، نحط لاس ثانية، فراح يصير عندنا بالشكل هذا. طبعا سريع لان فريم باي فريم، خليه عادي. فهذه هي الطريقة، ان شاء الله تكون مفيدة.